تعالى نتكلم على الكونسيبت الجديد اللي هو او الكونسيبت التاني اللي هو بيتكلم عن اللوك شيبينج. هو اللوك شيبينج نفس الكونسيبت بتاع الميرورينج، ان انت برضو عندك انستانس، وده بنسمي الانستانس ده عباره عن برايمري، نفس البرنسبل عامة، بس هو النيم مختلف. برايمري وبرايمري ده عليه المين داتا بيس، هو التكنيك بس اللي هو يروح يعمل باك اب ويرمي هناك وبعدين يعمل كومبت هناك وبعدين يديله، بس ده في الميرور. ده الميرورنج. ده لوك شيبنج ده تكنيك تاني غير الميرورنج. الميرورنج كانت عبارة عن حاجتين اوبشن، كان اسمه اوبريتنج مود اللي كان التكنيك نفسه انه بيبدأ ينفذه. كان بناخد تراك جديدة في عامل الهاي ابيليتي. ده الاوبريتنج، ده الميرورنج. كان في حاجه اسمها اوبريت مود، في حاجتين، الاثنين مود، تمام. انما احنا هناخد حاجه جديده من ضمن الكونسيبت بتاعت مين، بتاعت الهاي ابيليتي، اللي اسمها ايه، لوك شيب، تمام. هي لوك شيب نفس الكونسيبت بتاع الميرورنج، تمام، بس شويه ايه، شويه اختلافات كده. تعال نشوف. هو عنده اوريدي حاجه اسمها برايمري سيرفر، والبرايمري سيرفر ده عليه مين داتابيز اللي انا عايز ان انا ابدا اعمل ليها ايه، عبد اللي انا عايز اعمل ليها لوك شيبنج. ايه اللوك شيبنج هنبدا نشوف دلوقتي. وعنده سيرفر تاني اسمه سكندري. سكندري ده هو عليه نفس الداتابيز اللي موجود عندنا. اللوك شيبنج هنا بيعتمد على الباك اب كل شويه لمين؟ للوك فايل. وبعد كده ما بيعمل باك اب بيجي في تايم معين يعمل ريستورنج للوك ده فين؟ عند السكند. يعني كل اعتماد اللوك شيبنج على ايه؟ على الباك اب بتاع الترانزاكشن. من اسمه ان هو شيب، بياخد اللوك ده يعمله شيب يوصله ايه؟ للسكند. وداتا البيز هنا بتاعت السكندري بتبقى في حالة الريد اونلي. معنى كده ان لو انت عايز تعمل ناس يخليهم يعملوا ريبورتس معينة، فانت ممكن الريبورتس بتاعتهم يعملوهم على مش على الانستنس البرايمري، لا يعملوا على ايه، على السكندري. لان الداتا بيز واحنا كنا في الميرورنج ما كنتش بقدر كونكت عليه. يعني انا دلوقتي كده لو فتحتها مش هقدر ايه، مش هقدر اتعامل معاها، غير في حالة واحدة ان انا اخد من الداتا بيز دي حاجة اسمها سناب شوت. ده تكنيك كده، ناخد زي لقطة من الداتا بيز عشان نقدر ايه، اتعامل معاها. فين؟ ما الطريقة التانية في طريقة، كل طريقة لها ميزة وعيب. يعني مثلا هنا بتعتمد على الباك اب شوية. اللوك شيبنج دي ميزتها انها مش هتعمل هيديك على البرايمري سيرفر. ما مش هيعمل هيديك. تقدر تعمل عملية داتا بيز تاني في حالة الريد اونلي. يعني ممكن تعمل ريبورس على انستنس تاني او على يبقى كل الترانزاكشنز او كل الحاجات اللي هنا بتحصل هنا. اما عمليه مثلا اي حد بيعمل ريبورت، فانا ممكن احطه عليه على السكند. بس اللوك شيبنج بيعتمد على كل الاعتماد على مين، على الباك ابس. بياخد هنا، وانت طبعا الباك اب بتبدا تاخده في تايم معين. هو الديفول بتاع الباك اب بيكون على كل 15 دقيقه، كل 15 دقيقه. انت عايز تغيره تخليه ثانيتين، ثانية كده. ايه؟ سينكرونايزيشن ولا لا؟ باك ابس ببدا اخد هنا ببدا اخد باك اب كل شويه، كل تايم معين باخد باك اب. وبعد ما باخده هنا بروح تعمل له كوبي عند السكندري. لا ده كله اوتوماتيك، تمام. وبعد ما بياخد الكوبي، بعد كده بيعمل الباك اب، بيعمل عمليه ايه؟ ريستور للباك اب. ده بيعمل اوتوماتيك. طبعا المسؤول عن كده انت لازم تتاكد ان سيرفيس مهمه اللي احنا اتكلمنا فيها، اللي هي سيكول سيرفر ايه، سيكول سيرفر ايجنتس، هي اللي شغاله عشان هي تبدا تقوم بعمليه ايه، العمليه دي كلها. السناب شوت ممكن، يعني الداتا بيز دي مش هتعمل معاها دلوقتي، تمام. افرض انا عايز اتعامل معاها دلوقتي، يعني انا جيت في وقت معين عايز ان انا مثلا اعمل زي ريبورتس عن الداتا بيز نفسها، او ان انا اشوف الداتا بيز في حياتها شغاله ولا مش شغاله. يعني ممكن انا مش عارف الادفنشر وركس دي في الميرو دي شغاله ولا مش شغاله، فانا عايز اشوف عند تايم معين الداتا بيز فيها نفس الداتا اللي موجوده هناك، ما انا مش قادر افتح دي، انا مش قادر افتحها. تمام. فانا عايز اخد عند لقطه صوره كده معينه عند تايم معين عشان اقدر اشوف الداتا بيز دي هل هي فعلا ماتش بين الداتابيز التانية والداتابيز دي، فانا اعرف ان الدنيا ايه، الدنيا شغاله.
فانت بتاخد لقطه من الداتابيس سناب شوت، كانك بتاخد زي سناب شوت للديسكتوب. ما اقدرش اعمل ريستور للسناب شوت قديمه او حاجه؟ تقدر تعمل ريستور لسناب، تقدر تتعامل مع سناب شوت ايه تعملها، تاخد منها داتا تحطها في داتابيس تاني. بس خد بالك ان سناب شوت بوف تايم معين، يعني سي الساعه 12، فمثلا انت خدت سناب شوت الساعه 2 والداتابيس مكمل لغايه الساعه 5، فانت خدت الداتا بس لغايه الساعه 2 ومعاك فرق التوقيت ده كله، ما فيش اي داتا غير ما تاخد بقى سناب شوت تانيه في الساعه الفلانيه. تمام، يبقى انا اعتمادي كله عامه على ايه؟ على عمليه الباكجز اللي بتاخد هنا، وبعد كده بعمل ليها شيبنج للسكندري تاني. الميزه هنا عامه في اللوك شيبنج ان انت ممكن تعمل سكندري سيرفر تاني وتالت ورابع، يعني ممكن اجي اعمل كده سكندري كمان، وممكن اجي اعمل كده سكندري كمان. ده ما كنتش اقدر اعمله فين؟ في الميرنج كنت اقدر انا احط نفس الداتابيس برضو هنا، نفس الداتابيس اكتر من سكندري، او هتقدر تعمل اكتر من سكندري يكون عليهم نفس الداتابيس وكلهم في حالتي الريد اون. تمام كده. وكمان طب هنا فين الويتنس عامه؟ عنده سيرفر كمان، السيرفر ده بنسميه الويتنس، او اللي هو كان ويتنس عامه في الميرور، هنا بنسميه مينيتور، او هو نفسه ويتنس عامه بس في اللوك شيبنج بنسميه مينيتور. المينيتور ده هو برضه اللي بيبدا يتك ايا كان السيرفر البرايمري حصل فيه كراش ولا حاجه. فكل اعتماد عامه على عمليات الباك ابس اللي بتتم على الداتابيز الاولانيه، واللي بيها بعد كده بيعمل لها شيبنج للداتابيز الثانيه. تمام كده. والداتابيز الثانيه دي تبقى في حالتي في حاله الريد اونلي، ان انا ممكن انا اعمل عليها باك ابس، او ان انا اعمل عليها سوري كولد ريبورتس، بحيث ان انا اخفف الهوفر ايد شويه على برايمري سيرفر. طيب عامه التكنيك بتاع اللوك شيبنج عامه مش لازم تاخد باك اب عشان تعمل نفس الداتابيز، لا هو بيعمل حاجات دي كلها. بمعنى لو انا جيت كده على مستوى السيرفر بتاعي هنا، وتعالى نعمل داتابيز جديده كده ايا كان، تعالى نسميها مثلا داتابيز كده ونسميها مثلا شيبنج. تعالى نحط فيها تيبل، تعالى نعمل ايه عامه اللوك شيبنج. انت برضو عشان تعمل شيبنج للداتابيس بتاعتك، فانت تقف برضو عليها كده رايت كليك تولو تاسكس، عندك برضو حاجه اسمها ايه شيب ترانزاكشن لوك. شيب ترانزاكشن قول له كليك، هيبدا يقول لك طيب تعالى نعمل الداتابيس دي شكلها نفس الكونفيجريشنز. ماشي، تعالى نعمل ايه الداتابيس التانيه اللي عندي اسمها مساعه. هقف رايت كليك كده، هي موجود فيها تيبلز، فيها مجموعه من التيبلز اهي، فيها امبل بي، طب فيها داتا. طب زي الفل. ده انا هقف عليها كده ورايت كليك واقول له تاسكس، وعايز اعمل لها شيب ترانزكشن. هيبدا يسالك اي اول سؤال ان انت عايز تعمل ايه؟ عايز تنيبل السيرفر ده او الداتا بيز دي از برايمري داتا بيز لوك شيبنج، قول له انا عايز انيبل. اتفقنا لازم اتاكد انها برضو موجوده فين؟ ريكفر مود بتاعتها برضو ايه؟ فول. فاهو كان طلع لي الاكسبشن كده، اقول له فول واقعد رايت كليك تاسكس. ايه عشان كده حاجه مطلع زي ادر كده، وهقول له هنا ايه؟ هيبدا بقى يسالك عن تاني حاجه، انت ترانزاكشن لوك باك ابس هتتاخد كل اي دي، فهو عامل لك كديفولت قال لك اوكي افري دي كل كام؟ 15 ايه؟ 15 مينتس. انت عايز تغيرها، فانت بتيجي تقول له باك اب سيتنجز. هيبدا يقول لك طب الترانزاكشن لوك باكس دي ار بيرفورم باي سيكول سيرفر ايجنت ران اون برايمري، اللي هي السيكول سيرفر ايجنت بيعمل باك اب بيرن برايمري. وهنا ببدا اديله
هو فين الباك اب بترمي فين، ولازم اديله نتورك ايه، نتورك باص، يعني حاجه شيرد على مستوى ايه، على مستوى السيرفر، عشان اقدر احطها على مستوى ايه السكند، او لو هي موجوده عندك على اللوكال فانت بتحطها ايه على اللوكال عادي. اما انت تحطها على مستوى نتورك باص تقرا منها تمام، او ان انا احطها ايه لو كانت على اللوكال فحطها ايه على اللوكال. فانت ممكن تيجي عادي جدا في اي حاجه جوه كده هنا في ايه، ونيجي نقول له مثلا كده باك اب باك اب شيب، ده اقول له كده اعمله شير شيرنج، واجي اقول له في شير شير فولدر ده، تعال نقول له لافري ون مثلا، اقول له اد وخليه ريد رايت، اقول له شير، اقول اوكي. وهنا هيبدا يترمي كل ترانزاكشن لوكس باك ابس، واقول له بس خد الباس بتاعه، هاخد بس الباس كده كنترول سي لوك، واحط الباس بتاعي، وهنا هيترمي كل الترانزاكشن لوك باك ابس. طيب هنا عامل لك اوبشن كده قال لك ديليت فايلز اولدر زين، هيبدا يدليت كل الفايل ترانزاكشن لوك باك ابس كل كام؟ كل 42، كل 72. الباك اب اللي هيعدى عليه 72 ساعه هيبدا يعمل له ايه؟ ديليت. الباك اب اللي يبدا عد، لو انت عايز تخليها بالدي ماشي، عايز تخليها بالمينت ماشي، عايز تخليها بايه؟ بالديز ماشي تمام. فكل 72 هيبدا يدليت الاولدر باك اب، وهيبدا يعمل لك هو ادت كده في جبايه الادت دي، اف نو باك اب اوكيرز، لو ما فيش باك اب خلال 1 ساعه تمام 1 هاور، هيبدا يعمل لك ادت. الادت دي برضه هيبدا فايرز، هنبدا برضه نشوف الادت دي جواها ايه. طيب الباك اب جوب اسمها اللي اسمها لوج ترانزاكشن لوج باك اب تمام. لو انت عايز تبدا تغير في السكادول بتاعك فبتقول له ايه؟ غير في السكادول. فانت لو عايز تبدا تغير في السكادول هو اصلا كل كام؟ كل 15 ايه دقيقه. لو انت عايز تخليه كل ثانيتين اهو، كل ثانيتين، فبتبدا ايه؟ تخليه زي ما انت عايز تمام كده، وقول له اوكي. يبدا يقول لك سيت باك اب كومبريشن، لو انت عايز تعمل كومبريشن للباك اب، انت فاهم عملنا كومبريشن للباك اب، عايز تعمل كومبريس ولا عايز تسيب الديفول سيرفر سيتنجز، ايا كان الاختيار يرجع لك انت، وقول له اوكي. يبقى انت لغايه دلوقتي كله انت عملته، انت جهزت مين؟ جهزت البرايمري. ادخل على تاني مرحله او تاني ستيب، اللي انت تبدا تجازي السكندري سيرفر انستانس وتبدا تقول له ايه. هيبدا يقول لك فين السكندري، فتبدا تختار السكندري سيرفر، قول له كونكت. على طول هيجيب لك الداتا بيز اللي انت بتعمل ايه؟ لوك شيرنج، اللي اسمها مساعة دي، او انت لو عايز تختار داتا بيز تاني المعمولة لوك شيرنج تختار داتا بيز دي. بس انا كنت بعمل لوك شيرنج لنفسي للداتا بيز دي. طيب انت ده كله دلوقتي انت هتبدا تجهز الداتا بيز التانية دي اللي على السكندري للسكندري سيرفر. فيبدا يسألك كام سؤال كده، من ضمنهم يس ان انت عايز تبدا تريستور بقى، انت عملت الباك اب، انا هعمل باك اب صح تمام. طب بعد الباك اب انت لسه السيرفر داتابيز دي او الانستنس او السكندري ده مش عليه اي داتابيز اللي هي الثانيه اللي هي اسمها مساعد تمام. فانا عايز اجهزها واحطها فين؟ احطها على السيرفر تاني. فيبدا يقول لك ايه، يس جنريت فول باك اب اوف ذا برايمري داتابيز اند ريستور انتو سكندري، عشان يبدا يخلي الداتابيز يحط لك داتابيز على السكندري، ولا هي اوريدي موجوده يس ريستور ان اكزيستنج باك اب اوف برنت انتو سكندري اند كرييت سكند اف ذا اكزيست، فيرستور باك اب تمام موجوده عندك ويبدا ياخده يحطه عندك في الداتابيز دي، ولا نو انا عندي السكندري جاهز مش شرط ان اعمل الحاجه دي كلها. فانت لو مش عندك الدنيا جاهزه فتقول له اه اعمل لي فول باك اب، بعد ما تعمل فول باك اب ريستور على السكندري، بعد ما ريستور على السكندري خلاص هبدا اشوف الداتابيز بتاعتي. طيب يبدا يسالك على الريستورنج اوبشنز، انت عايز تبدا تغير فولدر داتا، يعني انت عايز تبدا تحطها في حته ثانيه زي ما كنت برضو في البرايمري كنت بتعمل ريالوكيت الفايلز. هنا برضو هيبدا يسالك لو انت عايز تبدا تحط الداتا فايلز واللوك فايلز في حتت مختلفه، فانت تبدا تحط الباس هنا وتقول له اوكي. لو مش عايز خلاص قول اوكي. ريستور اوبشن، ما دام اوبشن يبقى حاجه اوبشنال تمام كده. طيب ننتقل لمرحلة تانية اللي هي كوبي فايلز. احنا اتفقنا ان هو هيبدا ياخد كوبي من البرايمري يحطه فين؟ في السكندري. فيبدا يسالك على الديستنيشن فولدر فور كوبيز
this folder is really called in second cell. السيكوال سيل الفولدر ده موجود عند مين؟ عند السكندري، وهيبدأ منه ياخد كابل للباك ابز هناك عشان يقدر يعمل لها ايه؟ عملية ريستورينج. فانت بتبدأ تحط هنا الديستنيشن فولدر، يعني ممكن اجي اعمل هنا فولدر كده، الفولدر ده مثلا ممكن نسميه سكندري مثلا، سكند لوكال بقى شير زي ما انت عايز تعمله. تعال نعمل برضه شير. وابدا برضه ان انا اقول له افرام برضه خليه اد، اقول له ريد اند رايت، اقول له شير، اقول له ده، وابدا اخد الباس بتاعي ده كده كابي، اقول له كلوز، وابدا احط الباس بتاعي هنا برضه. وبرضه هيبدا يسالك سؤال، انت عايز تدريت الكابي فايلز افتر كل قد ايه؟ فتبدا برضه انت تقول له انت عايز تدريت الكابي فايلز افتر كل ايه؟ كل قد ايه؟ لو انت عايز تتخيل السكادول بتاع الايه؟ بتاع عمليه بتاعت الكابي، هي كابي كل قد ايه؟ كل 15 دقيقه. ممكن تقول مثلا الكابي كل مثلا 4 ثواني مثلا، اهو اقل حاجه هحط لك 4، ارجع تاني، اهو اقل حاجه هيعمل لك ايه؟ الكويس كل 10 سكندز. اه تمام. ده ديلي، لو انت عايز برضه تغيرها اقول له اوكي. يجي يسالك بقى الترانزاكشن لوجز، وده اللي كنت بتكلم فيه، ان الداتا بيز الثانيه دي هتبدا تتحط عندي في حالتي الريد اونلي. فهيقول لك انت عايز تحطها في حاله النو ريكفري مود ولا في حاله الستاند باي مود. لو انت حطيتها في حاله النو ريكفري مود معنى كده انها هتفضل زي الميرورنج. لا، انت عندك هنا اوبشن زياده ان انت تحطها في حاجه اسمها حاله الستاند باي مود، وحاله الستاند باي مود معناها ان حالتها هي ريد اونلي. الريد اونلي يعني انت تقدر تتعامل مع الداتا بيز اللي موجود على السكندري بس، ايه تقدر تعمل عمليه سيلكتد بس، كل سيلكت تقدر تعمله. تمام كده. ويبدا يديك اوبشنز هنا، يبدا يقول لك ديسكونكت يوزر داتا بيز وين ريستورنج باك اب. وانا بعمل ريستور ديسكونكت الناس اللي موجوده في السيرفر دلوقتي، معنى كده ان لو حد من انت بتعمل ريستور وحد موجود في الداتا بيز دي بيشتغل معاه، فيعمل كل دروب للكونكشن وانا بعمل فيه وانا بعمل ريستور. كل ربع ساعه هنعمل كل يعني كل واحد يكونكت، ما انت بتعمل كل حوالي 4 ثواني اصلا، يعني انا فهو مش موجود فمش حد يكونكت. انت لو عاوز تعملها بتعملها، يعني انت لو عاوز تعملها ايه بتعملها. تمام. طيب انت عايز تديلي ريستورنج الباك اب اتليست، لو انت عايز تعمل عمليه ديلينج، لو زيرو ميت انت ما بتعملش اي ديلينج، وفي في في ايرور بتفايل لو انت ما عملتش اي ريستورنج. لو انت عايز تغير السكادول برضه بتاعت عمليه ريستور، ممكن تغير الدنيا بتاعتك، تقول مثلا برضه كل كل 10 ثواني اقول له اوكي. تاني كده، وبعد ما خلصت هبدا اقول له ايه؟ اوكي. يبقى انت كده جهزت ايه؟ الديلي بتاعتي بقى ايه؟ الديلي ان هو بيبدا ياخر عمليه الريستورنج شويه. بعد وبعدين ياخره عن بعد ما يخلص الباك اب يعني شويه. ما اصل الباك اب انا مش عارف الباك اب هيتاخد امتى، يعني الباك اب بتاع الباك اب بتاع ترانزاكت لوك، هو الباك اب عامه بتاع ترانزاكت لوك بعد 10 ثواني. مش هياخد دلوقتي. لو انت مثلا لو حصل ان هو فايل يعني حته الريستورنج هتبقى فايل بعد الباك اب، فعايز اقول استنى مثلا دي اول حاجه، بعد ما الباك اب بتاخد بعد كده اعمل ايه؟ اعمل ستوري. ما هو عامه بص عامه ما انت عملت الريستورنج، يعني انت عملت باك اب ترانزاكشن لوك كنت بتاخده مثلا كل سنتين. باك اب اصلا هو بتاع ترانزاكشن لوك ما يكح كده، مش هياخد حاجه. يعني مش ما فيش حاجه. تمام. الترانزاكشن لوك بيحصل له ترانكيت، يعني بيتفضي كله، فانت بتاخد كل سنتين. معنى ما اعتقدش ان يكون في مليون مثلا ترانزاكشن حاصله في السنتين دول مثلا. تمام. فهتلاقي بيفضي كل شويه، بيفضي كل شويه، فانت مش شايل هم عملت ايه؟ حاجه زي كده. لو انت عايز تضيف سكندري تاني، فانت بتقول له ايه؟ اهو هتضيف ايه؟ سكندري تاني. معنى كده انت عندك الابيليتي، انت ضفت برايمري وضفت اكتر من ايه؟ ضفت اكتر من سكندري. في الاخر لو انت عايز تضيف مينيتور سيرفر انستنس، فانت بتقول له يوز مينيتور سيرفر انستنس، وبتقول له سيتنجز، وابدا اقول له في المينيتور سيرفر كونكت
اديله انستانس ثالث واقول اوكي. هنا هبدا استخدم ويندوز اوثنتيكيشن. وهنا لو عايز تعمل سيكول سيرفر لوجنز اوكي ماشي. طيب هنا في هيستوري كده هو ما شفت الويتنس عملني في اي حاجه؟ ما عملش في اي حاجه. هو كل فايدته برضه ان هو يثبت ان اي حاجه حصلت ده وصلنا بالسيكول سيرفر انستنس. فهو بس هو كل ما عليه ان هو بيديكت ان اي فيل حصل. لو ما فيش حاجه خلاص حصل هو ايه خلاص ما فيش. ما هو فايدته بس وراجل قاعد بنضاره بس منظره خلاص تمام عشان بس اسبورت اوتوماتيك في الفلوفر تمام. طيب في عندي بقى الهيستوري. لو انت عندك اي هيستوري عامه في عمليه المونيتور دي انت عايز تديت انها برضه من ضمن الحاجات اللي هي بتكبر ليه او بتكريس برفورمانس شويه فيبدا يشيل اي هيستوري بعد 96 ساعه تمام. از ديفولت طبعا انت عايز تقللها اوكي. وعامل لك هنا اليرت بعد ما تخلص عامه هبدا اقول له ايه كل الناس دلوقتي عندي سكسس كله كلوز. لو جيت انا رحت على السيرفر الثاني شفت الداتا بيس بتاعتك الثانيه بقت حاجه اسمها ايه؟ مساعي اسمها في حالتي ستاند باي اوريدي ريتون. ساعتها كنت تقدر تفتحها عادي. الاول ما كنتش بقدر افتحها اقول التيبلز بتاعتي وابدا ان انا اشوف برضو ايه؟ ستيل الداتا بيس بتاعتي تمام كده؟ يعني حاله الداتا بيس اللي هي شكلها شكل جري شويه كده. شكل جري ده معناه ان في حالتي حد ريد اونلي ما اقدرش ان انا ايه اتعامل معاه. لو انت جيت رحت كده على مستوى الفولدرز اللي احنا بنعملها اللي احنا عملناها باك اب شيب هيبدا خد حاليا فول باك اب عشان يقدر يخلي الداتا بيز نفس الداتا بيز الموجوده فين؟ على السكند تمام. وبرده عندك تاكد برده من مجموعه الحاجات اللي موجوده عندك على مستوى اللوك شيبنج ان كل السيكول سيرفر ايجنت شغالين معمول لهم ستارت كل 4 ثواني. يعني بص هنا الدنيا عندي ستوب هنا طيب انا ما عملتش حاجه والله. انا بشغل بس السيكول سيرفر ايجنت اللي مسؤول عن الباك ابس اهو كلهم واقفين اهو فما كنتش حاسس بحاجه. انا ما عملتش حاجه والله انا بشوف بس الدنيا ايه شغاله ولا لا. فيبدا كل شويه اهو باك اب زاد 8 عنده اهو. فيبدا كل شويه ياخد ويبدا يعمل لهم ايه؟ عمليه ريستورنج نفس اللي احنا عملناه بالظبط على الميرنج هو نفس اللي يحصل برضه ايه؟ على اللوك شيب. بيعملوا السنج للداتا الجديده ولا بيعملوا الداتا كلها؟ لا مش ده خلاص اتعمل ستور خلاص ما يلزمنيش. ده اتعمل ستور بقى ما يلزمنيش. ما اتعملش ما يلزمنيش اخر ما اتفقنا الترانزاكشن لوك باك اب بياخد الجزء اللي حصل ومعنى كده بياخد اللي حصل له ابديتنج ما بياخدش بقى الهيستوري اذا كان اصلا اخر حاجه جت لايه. فمش هلاقي حتى لو جاب لي جديد فمش جاي مع اخر حاجه ده جايب اخر حاجه بس حصلت عليه. ما تجيبش اللي جابه وما تحطوش تاني. لا 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 خلاص تمام كده. فادي عامه ادي الباك اب كل شويه بيتاخد وانا مش برضه مش شايل هم عمليه الحاجه كده. هي الميزه بس في السكندري ان هي ليه فولدر لا ما هو ياخد الانيشالز ما هو ما فيهوش ده الانيشال بتاعه هيخلوه صفر ازاي يعني هياخد الانيشال بتاعه اكيد يعني له الفايل ده له ستراكشرز يعني الفايل ما بعمله له ستراكشر معين فاكيد برضه الاستراكشر بتاع الفايل ده اكيد هيكون له سايز. اول واحد 3 لانه كان ايه؟ كان فول باك اب عشان اقدر اخلي الريستورنج بتاع الداتا بيز الاولانيه زي الداتا بيز ايه؟ الثاني تمام كده؟ في اي سؤال؟ ندخل في حاجه ثانيه؟ انا عندي سؤال يا جماعه والله مش معقول يعني.